أهلا بكم في المراقب من القاهرة الأخبارية، سأكون معكم أنا رشا عماد ونناقش في ملفاتنا الليلة. خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي، مصر تعرض الإجراءات التي تتخذها لترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة. وفي فقرتنا الثانية نحلل العلاقات المصرية الأوروبية التجارية في ظل التغير السياسي الموجود حالياً. وفي فقرتنا الأخيرة من المراقب، ما أبرز القطاعات المصرية الواعدة التي تسعى دول الاتحاد الأوروبي للاستثمار بها؟ أهلا بكم. شراكات قوية يجريها شركاء التنمية حول العالم مع مصر في إطار التعاون المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول إلى الأخضر، هذا ضمن رؤية مصر 2030، وتزامنا مع اللقاءات التي عقدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع القادة الأوروبيين في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة. نرصد الجهود التي يبذلها الشركاء الأوروبيين في إطار التعاون الثنائي لتحقيق المصالح المشتركة. والبداية مع حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي بلغ 32 مليار و600 مليون يورو في العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية نحو 11 مليار و500 مليون يورو، هذا خلال عام 2023، في حين بلغت الواردات 21 مليار و100 مليون يورو. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين التي أكدت إن أكثر من 20 شركة أوروبية توقع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بإجمالي يتجاوز 40 مليار يورو، وهذا في مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي. أعلن الجانبان المصري والأوروبي رفع مستوى العلاقات بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وذلك خلال القمة المصرية الأوروبية التي عقدت في شهر مارس الماضي بالقاهرة. وعمل بالاستراتيجية، فقد أقر الاتحاد الأوروبي حزمة تمويلية استثمارية لمصر، هذا بقيمة تصل لسبعة مليارات وأربعمائة مليون يورو حتى عام 2027. وشملت أبرز ملفات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي توطيد الصناعة والنقل والتكنولوجيا وأيضا التدريب، هذا فضلا عن الاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها مصر في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وأيضا العديد من مشروعات التعاون القائمة والجاري على دراستها في اليونان أو مع اليونان وبلجيكا والنمسا. نأتي إلى ماذا عن العلاقات المصرية مع البنك الأوروبي، والذي وفر تمويلات كثيرة للقطاع الخاص في مصر، هذا خلال هذا العام 2024، هذا لدعم جهود الدولة المصرية في تمكين القطاع الخاص من خلال حوافز عديدة، منها ضخ الاستثمارات والمساهمات والتمويلات التنموية المباشرة. وأيضاً البنك الأوروبي عزز من استثماراته في مصر، وخاصة القطاع الخاص، بقيمة تصل ل 95 مليون دولار في شكل خطوط ائتمان للبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال، وأيضاً تقديم الاستشارات وبرامج بناء القدرات لتلك النوعية من المشروعات، هذا بالإضافة إلى مساهمات في شركات القطاع الخاص المصرية.
كما نفذ البنك الأوروبي مشروعات محور الطاقة ضمن المنطقة أو المنصة الوطنية لبرنامج نوفي، حيث يتولى البنك الأوروبي دور شريك التنمية الرئيسي في هذا المحور، ويضم المحور مشروعات لتوليد طاقة متجددة هذا بقدرات تصل لعشرة جيجاوات وباستثمارات تصل إلى 10 مليار دولار. هذا ويواصل البنك الأوروبي حالياً تنفيذ عدد من المشروعات في إطار محور الطاقة، من بينها مشروع تعزيز شبكة الكهرباء في مصر والدعم الفني لتعزيز سلاسل التوريد الخضراء. وأيضاً إذا مشاهدين في هذه المعلومات، كان هذا عرضاً سريعاً عن العلاقات المصرية الأوروبية. شكراً للمتابعة. وينضم إلينا من بروكسل مراسل القاهرة الإخبارية عمرو المنيري، ومن أثينا مراسل القاهرة الإخبارية عبد الستار بركات. أهلا بكما زملائي العزيزين. نتابع من فيينا، كيف ترى هذه الاستثمارات والشراكة الأوروبية مع مصر، وهو ليس من الأولى من نوعها، هناك من 5 سنوات فائتة كانت هناك استثمارات عديدة، كيف ينظر الجانب الأوروبي إلى هذه الاستثمارات بالشراكة المصرية في هذه المرحلة؟ نعم رشا، أهلا بك. أولا هذه الاستثمارات وهذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة مبنية على عدد من السنوات الماضية، والآن ربما نرى نتاج هذه النجاح الكامل ما بين العلاقات الثنائية ما بين مصر والاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي بطبيعة الحال هو أكبر مستثمر وأكبر شريك تجاري مع مصر بالنسبة للتجارة. الآن هذه الشراكة الاستراتيجية مبنية على سياسة للاتحاد الأوروبي الذي اتخذها مع عدد من الدول، منها مثلا موريتانيا، تونس وتركيا، ولكن الأكبر هي مصر، ويوجد مكتب كبير بالنسبة للاتحاد الأوروبي داخل مصر. والسبب في هذا هو الكم الهائل التي أنت بالفعل ذكرتي من خلال هذه الاستثمارات وهذه الفرص الواعدة الكبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي من وجهة نظره، لأنه يستثمر في عدة ملفات. أهم من هذه الملفات أنه يستثمر لمنع الهجرة غير الشرعية التي كانت تأتي من مصر، ومصر كانت تعاني من منع هذا بالظروف الأمنية التي تصرف عليها الملايين. الآن الاتحاد الأوروبي يرى أنه سيستطيع مع مصر إعادة تنمية ومشاريع صغيرة خاصة بهذه المجتمعات التي من ضمنها ينتج مشاريع اقتصادية تستطيع أن تحتوي هؤلاء الشباب أو هؤلاء القوى العاملة في مشاريع خاصة بدلا من أن تهاجر هجرة غير شرعية. ومن ثم هذه القروض، والآن تم بالفعل 1.4 مليار يورو تم صرفها كجزء من الحزمة التي ستستمر كما قلت 7 مليار و400 مليون إلى عام 2027. هذه الاستثمارات دائما والملفات هي ترى في مصر أولا القوى العاملة المتجددة والشباب الموجود، هذا ميزة تجدها في مصر. 67% من سكان مصر في عمر الشباب عمر القوى العاملة، وهذا مهم جدا لأن أوروبا تعاني من هذا. رخص هذه القوى العاملة أيضا في التصنيع بالعمليات والاستثمارات التي ستجري من أجل تصنيع كمثال القوى الطاقة المتجددة. هناك أكاديمية خاصة في الاتحاد الأوروبي، ومن ثم سيكون هناك تمويل لمشاريع لتدريب هؤلاء الشباب على استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في توليد الطاقة الشمسية كطاقة جديدة ومتجددة، أيضا الطاقة الخضراء بالنسبة للهيدروجين. كل هذا يحتاج إلى أيدي عاملة، وهذه الأيدي العاملة ستقوم على مشروعات يتم تنفيذها بالاشتراك مع القطاع الخاص في مصر من أجل إنشاء مشروعات متكاملة من بداية تدريب وتأهيل إلى تصنيع وإنتاج في النهاية. ف
فهذه المنطقة مصر هي بالنسبة للاتحاد الأوروبي كما يوصفها البيان أنها ركيزة الاستقرار في المنطقة، وهي بوابة لكثير من الملفات، بوابة لإفريقيا، بوابة للتجارة العالمية، ومنطقة حيوية جدا، استقرارها مهم جدا. ومن هذا الاستقرار يمكن أن نرى هذا الحجم الضخم من الاستثمارات في الاتحاد الأوروبي، 40 مليار يورو، وهذا من أجل ركيزة الاستقرار، من أجل تطوير مصر، لأن هذه المنطقة لن تقف على قدميها إلا باستثمار كبير في مصر، واستثمار في القوى العاملة، وأيضا استثمار في 100 مليون مصري مستهلك، وفي نفس الوقت يستطيع نصفهم أيضا يكون قوة عاملة، يستطيع من خلال الاتحاد الأوروبي أن يؤمن الطاقة بالنسبة له، أن يؤمن الكهرباء بالنسبة له، أن يؤمن الأمن والاستقرار بالنسبة للبحر المتوسط الذي تعاني دوله مثل إيطاليا وفرنسا. نعم يا عمرو، لربما هذه سنتابعها في الفترات القادمة. وأنتقل إلى زميلي من أثينا عبد الستار بركات. عبد الستار، كيف ترى هذه الاستثمارات من الجانب في أثينا؟ ما هي الذي تفتقر إليه أوروبا بما أنك متواجد هناك؟ ما الذي تبحثه وتفتقر إليه وتبحثه في مصر لاستثمارات وشراكات موسعة في الفترات القادمة؟ تحياتي إليك أولا رشا وإلى السادة المشاهدين. طبعا أوروبا واليونان عموما يفتقدون إلى الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الخضراء. دعيني أشير إلى أن وزير الطاقة والتجارة أو الصناعة اليوناني جورجيوس بابا أناستاسيو حاليا في القاهرة ممثلا عن رئيسة الجمهورية اليونانية كاترينا ساكالوروبولو للمشاركة في مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي. بابا أناستاسيو طبعا يشارك في مناقشة مائدة مستديرة حول أفاق الاستثمار في مصر على هامش هذا المؤتمر، ويعقد اجتماعات فردية مع عدد كبير من الوزراء في مصر، يعني وزير التجارة والصناعة، وزير الكهرباء، وزير والطاقة المتجددة، وزير البترول والثروة المعدنية. هذا المؤتمر هنا في اليونان يعطوه أهمية كبيرة جدا، لأنه يعني يسطر لما كانت عليه المقابلات خلال الفترة المقبلة لمدة سنتين أو ثلاث سنوات رشا. أعتقد أن هناك مفاوضات جارية بين مصر واليونان حول يعني تبادل الكهرباء، عن يعني توصيل طاقة كهربائية، أيضا استيراد الطاقة الخضراء من مصر، مشاريع كثيرة بين مصر واليونان، وسوف تتوج في هذه المرحلة بين البلدين بعد أن يعني وقعت، كان هناك جميع التوقيعات على هذه الاتفاقيات. عموما هذا المؤتمر مهم جدا، إن كان مهم بالنسبة لمصر فهو أيضا مهم بالنسبة لليونان وللاتحاد الأوروبي، فهو يعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين وجذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، وهذا يعود بالنفع على الجانبين. طبعا بالنسبة لموضوع غير موضوع الطاقة والكهرباء، أيضا هناك يعني موضوعات أو كثيرة جدا مثل البنية التحتية المستدامة والأمن الغذائي والصحة والتعليم والنقل المستدام. نعم، شبكات المياه والصرف الصحي، هناك العديد من الموضوعات. نعم عبد الستار، نعم. يعتبر هناك ملفات هامة تحتاجها القارة العجوز للشراكة مع مصر، سنتابع في الفترات القادمة وكيف هي مستقبل هذه الاتفاقيات والاستثمارات. أشكرك، كنت معنا من أثينا مراسل القاهرة الإخبارية عبد الستار بركات، وأيضا من بروكسل مراسل القاهرة الإخبارية عمرو المنيري، شكرا لكم على هذه المشاركة. في القاهرة الإخبارية نواصل المراقبة، ومعنا بعد الفاصل العلاقات المصرية الأوروبية التجارية في ظل التغير السياسي الموجود حاليا، كيف نرسم هذه العلاقة؟ تابعونا. أهلا بكم للتحليل والنقاش عن طبيعة العلاقات المصرية الأوروبية والتطور المتوقع في ظل التغير السياسي الذي تشهده القارة. ينضم إلينا من برلين السيد قاسم رضوان، مؤسس مركز بروجن للدراسات الاستراتيجية، ومن القاهرة ينضم إلينا الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون الدولي. وكما أرحب بضيفتي من القاهرة باتريشيا بايان،
مستثمرة بولندية في مصر وأيضا إحدى المشاركين في المؤتمر المصري الأوروبي. وبالقاهرة ينضم إلينا فلاديمير بائر مستثمر تشيكي في مجال الصناعات المعدنية. أرحب بكم ضيوف الكرام. أبدأ مع ضيفي من برلين سيد قاسم رضوان، كيف ترى بما أنك في برلين والاتحاد الأوروبي بشكل عام ينظر إلى هذه الاستثمارات والاتفاقيات، وما الذي يبحثه بقوة كملفات مشتركة متوافقة مع رؤية الدولتين أو الدول الأوروبية والدولة المصرية؟ ما هي أبرز هذه القطاعات التي يبحث الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة بالتحديد مع هذه التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية التي نشهدها؟ أولا تحياتي لك ولضيوفك الكرام والمشاهدين الأعزاء. أوروبا اليوم بأمس الحاجة إلى مثل هذه الاتفاقية مع مصر، وخاصة أن لها علاقات، وهذه اتفاقية الشراكة الاقتصادية موقعة من سنة 2001، لكن تطورت مع الوقت إلا أن اليوم أصبحت بأمس الحاجة لتفعيل أكثر لهذه الاتفاقية والتبادل الاقتصادي والتجاري وعلى كافة الصعد مع مصر، لأن اليوم لمصر دور مهم جدا على الصعيدين الشرق الأوسط وأفريقيا وحتى على الصعيد الدولي، وخاصة أن هذه الدول الأوروبية اليوم بأمس الحاجة لهذه الاتفاقية بعد فقدان كثير من الاتفاقيات أو كثير من الموارد التي كانت تكسبها، أكان على صعيد روسيا أم أكان على صعيد الصين، هنالك كثير من أو إيران كذلك، هنالك الكثير من الفجوات أو الفراغ الذي حصل اليوم في الدول الأوروبية من خلال هذه الخلافات القائمة بين هذه الدول. اليوم بحاجة إلى مصر بالطاقة الشمسية، بطاقة الغاز، بالصناعة، بالزراعة، على كافة المستويات وكافة الصعد. نحن نعرف أن اليوم الوضع الاقتصادي في الدول الأوروبية ليس على ما يرام، وإضافة إلى ذلك أن بعض الدول الأوروبية أخرجت من بعض الدول الأفريقية التي كانت تستفيد أيضا من خلالها، فحاولت إعادة أو أقله تعويض هذا الخروج بالاتفاقية التي عقدت مع مصر. وأعتقد أن الوضع السياسي أيضا له دور مهم. نحن نعرف أن مصر هي دولة وسطية إذا صح التعبير مع السلطة الفلسطينية ومع إسرائيل، كل هذه يعني الأوراق لدى مصر كانت مهمة بالنسبة للدول الأوروبية لتفعيل الاتفاقية أكثر فأكثر، والاتجاه نحو مصر حتى يعوض ما فات منهم أو ما خسروه من خلال الأحداث التي حصلت مؤخرا وخاصة مع أوكرانيا. إذن مصر بالنسبة لهم هي بوابة إلى أفريقيا، بوابة إلى الشرق، بوابة إلى الأبيض المتوسط، وكذلك بالنسبة للموارد الطبيعية والسياحة وغيره من استفادات ممكن أن يستفيد فيها الاتحاد الأوروبي. فلهذا يعني رأوا أن جعل هذه الاتفاقية إنعاشها من جديد، رغم أنها كانت موجودة لكن تسير ببطء، اليوم تطورت أكثر، بحيث الحاجة للدول الأوروبية إلى مصر أكثر منه إلى أي بلد آخر، وهم يحتاجون إلى كثير من الطاقات التي موجودة في مصر. نعم، لنلقي نظرة من القاهرة أيضا مع دكتور أحمد السعيد أستاذ القانون الدولي. دكتور أحمد، بما أنك حضرتك بالقاهرة وتعلم مدى الإصلاحات التي عملت عليها جاهدة مصر وتطورت في الفترات الأخيرة، ونحن نلمس بالأرقام المؤشرات والاحتياطات التي ارتفعت وما إلى ذلك، كيف ترى أن الشركات والقطاع الخاص في مصر هو جاذب للاستثمار الأوروبي في الفترات الأخيرة وقد يجلب في الفترات القادمة استثمارات أكثر مع هذه الشراكات الهائلة على أرض مصر؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة في تغير في طبيعة العلاقات المصرية الأوروبية. التغير ده حصل من شهر مارس الماضي، من أول لما بدأت مفوضية الاتحاد الأوروبي تعلن لتطور العلاقة مع مصر من مجرد صداقة إلى أنها أصبحت شراكة استراتيجية. النهاردة الاتحاد الأوروبي بيعبر عن المعنى المقصود بكلمة شراكة استراتيجية، يعني آخر 3 شهور ما كانش المعنى ده موجود وما كانش واضح بالنسبة لنا، ولكن النهاردة رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي بتقول ده التحول اللي حصل في العلاقة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي. النهاردة هي موجودة في مصر معها 1000 مستثمر، ال1000 مستثمر دول وقعوا شراكات بقيمة 40 مليار يورو.
الـ40 مليار يورو دول مش مع الحكومة المصرية، دول أغلبهم مع القطاع الخاص المصري، وده اللي بيأكد لحضرتك النهاردة أن القطاع الخاص المصري هو اللي بيقود مسيرة الاقتصاد المصري وفقا لوثيقة انسحاب الدولة من المشروعات الانتاجية. في خلال آخر سنة الحكومة المصرية ابتعدت تماما عن كافة الأنشطة الانتاجية وأفسحت المجال أكتر للقطاع الخاص، وده بأكتر من تقرير الصادر عن الاتحاد الأوروبي بيرحبوا فيه بالتحولات الهيكلية اللي حصلت في الاقتصاد المصري وبإصلاح التشوهات وبإفساح المجال أكتر للاتحاد الأوروبي. فالنهاردة القائد للاقتصاد المصري هو القطاع الخاص أكتر منه الحكومة، وده يعني بيشكل بالنسبة لنا رؤية واضحة، وخاصة في المشروعات الجديدة اللي الاتحاد الأوروبي حريص على تنفيذها في مصر. نعم، يعتبر سيد أحمد دكتور أحمد المؤشرات أو القطاع الخاص عندما يتم قياس هذا النشاط أو هذا القطاع كيف هو بدأ في الانتعاش يقاس عن طريق مؤشر مدير المشتريات، ما هي المؤشرات الأخرى التي نستطيع أن نسترشد بها على أن القطاع الخاص بدأ أن يكون في تطور وتقدم نسبة لاستجابة هذه الاستثمارات؟ هل لديك معلومات عن هذا؟ طبعا يا فندم، مؤشر التوظيف أخطر وأهم حاجة النهاردة، الهدف والشغل الشاغل لأي حكومة ولأي دولة هو تحقيق أعلى معدل من الوظائف وتحقيق أعلى نسبة تشغيل، لأن ده اللي بيساهم في زيادة الناتج القومي. في دولة زي مصر، هي دولة كثيفة السكان، احنا عندنا 110 مليون مواطن، كنا بنعاني من بطالة جديدة كانت وصلت ل 14% من المصريين، يعني بنتكلم في تعداد أكتر من 15 مليون مصري كان عنده أزمة حقيقية في البطالة، وبالتالي أزمة حقيقية في أنه ما عندوش دخل وموجود تحت خط الفقر. لكن النهاردة مع المشروعات الإنتاجية اللي بيدشنها القطاع الخاص وخاصة المشروعات متناهية الصغر، بدأ معدل البطالة ده يتراجع وتحول من بعد ما كان 14% أنه وصل النهاردة ل 7.5%. طبعا دي مش النتيجة المرجوة، احنا لسه قدامنا كتير من الشغل وكتير من العمل. فطبعا مؤشرات التوظيف ومعدلات التوظيف هي يعني من اهم المؤشرات على الاقل بالنسبة لرجل الشارع. وخلينا نكون واضحين في كلامنا، المسألة النهاردة مش مسألة تقرير ومش مسألة كلام الحكومات بتقوله، المسألة النهاردة اذا كان القطاع الخاص بيشتغل يبقى فيه تغيير ملموسة يحسه رجل الشارع، في خلق وظائف، هيبقى بيحسوا في زيادة الحد الأدنى للأجور. كل الحاجات دي بتعبر لي أن القائد للمسيرة الاقتصادية في مصر النهاردة هو القطاع الخاص. يعتبر مؤشر التوظيف الذي ذكرته دكتور أحمد هو يعني يشمل مؤشر مدير المشتريات التي لديه عدة مؤشرات، الإنتاج، الوظائف، الصناعة، ما إلى ذلك. سنتابع مع ضيفي الآخر من القاهرة فلاديمير بائر، مستثمر تشيكي في مجال الصناعات المعدنية. أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. بداية، بما أنك حضرتك في القاهرة، كيف ترى الشراكة الأوروبية المصرية في هذه المرحلة؟ في البداية أتوجه لكم بجزيل الشكر. أنا لست متخصص في الصناعة المعدنية فقط، ولكن في التصنيع بشكل عام. وبالنسبة لسؤالكم، من الأهمية بمكان أن نذكر أن هناك الكثير من الفرص المتاحة التي تنشأ من حقيقة أن مصر بدأ لها كثير من الإصلاحات، وبناء على التعداد السكاني الكبير لدى مصر والاتحاد الأوروبي لديه الكثير من الفرص من أجل توفير فرص العمل في مصر وزيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي. طيب سيد فلاديمير، ما هي القطاعات الواعدة التي تراها لديها مستقبل في مصر في الفترات القادمة؟ طبعا هناك الكثير من القطاعات، وأهمها الطاقة الخضراء والنظيفة، وأيضا نتطلع إلى تحقيق هذا التعاون المستقبلي مع مصر. مصر لديها موقع متميز يمكنها من أن تكون محورا لإنتاج الطاقة النظيفة ومركزا للتحول الطاقة، وكذلك مركزا للتجارة الطاقة في المنطقة. بعد ذلك يمكن تصدير هذه الطاقة إلى أوروبا، وتعتبر هي قاعدة مؤهلة
للصناعات. من الجانب الآخر وعديد من الجوانب الأخرى، هناك الكثير من نقاط الاتصال الخاصة بفرص الصناعات في مصر. مصر أقرب إلى أوروبا أكثر من الصين، فهنا التصنيع يمكن أن يكون عبارة عن محورا لوجستيا ويكلف تكلفة أقل مقارنة بالتكلفة في الصين، فبالتالي يمكن أن يكون هناك دعما لمجال النقل، مما يسمح بنقل المنتجات بشكل أيسر ونقل الطاقة كذلك والكثير من البضائع. وهذه أين القطاعين اللذين يمكن أن تلعبهما مصر بشكل فعال؟ لربما أنتقل إلى ضيفتي باتريشيا يان المستثمرة البولندية. بما أن حضرتك مستثمرة في مصر، كيف تقرأين مدى جاذبية هذه الاستثمارات، مدى جاذبية البنية التحتية التي عملت عليها مصر لجلب هذه الاستثمارات؟ كيف تقرأين المشهد بشكل عام؟ مساء الخير وشكرا جزيلا على الاستضافة. في حقيقة الأمر أعتبر أن أهم الخطوات التي اتخذتها مصر في الفترة الأخيرة وخلال الفترة الراهنة بالطبع هي تعزيز البنية التحتية من أجل توفير الفرص الكثيرة المؤهلة للصناعات والاستثمارات، وهذا أمر يهم للغاية الكثير من المستثمرين عند الاستثمار داخل مصر. نعم، طيب أشكر يعتبر سيدتي من القاهرة باتريشيا يان مستثمرة بولندية في مصر، وأيضا أشكر ضيفي فلاديمير باير مستثمر تشيكي في مجال الصناعات المعدنية على هذه المشاركة. لأنتقل إلى برلين مع ضيفي، كيف ترى سيد قاسم الفترة المقبلة، الشركاء أو القطاع الخاص في أوروبا كيف هم يعولون على المستقبل مع الشراكة في مصر في الفترات القادمة مع في ظل هذه الإصلاحات التي تعمل عليها مصر؟ حقيقة أشكرك على هذا السؤال، هذا سؤال مهم جدا على نقطتين أساسيتين. أولا يجب علينا لا نفصل ولا يمكن لنا أن نفصل ما بين الاقتصاد وما بين السياسة، لأنهم متلازمان إلى أبعد الحدود. نحن نعرف اليوم كما ذكرت يعني سابقا أن الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية اليوم بأمس الحاجة إلى دولة مثل مصر، لديها سوق كبير جدا بعدد السكان، لديها طاقة كبيرة، أكان على صعيد الطاقة الشمسية، أكان على الغاز وغير ذلك من الطاقات. أيضا هي بوابة ربما تكون السد المنيع في عدم الهجرة إلى الدول الأوروبية، ممكن أن تنتقل هذه الصناعات أو اليد العاملة إلى داخل المصري. كل هذا سيساعد الأوروبيين، لكن هنالك مسألة مهمة جدا يجب علينا أن ننتبه إليها ولا نغفل عنها، أن اليوم مصر أصبحت عضوا أساسيا في مجموعة البريكس، وهذه يعني متناقضة كبيرة مع التوجهات الأوروبية. فيجب أيضا علينا أن نعرف أن محاولة الدول الأوروبية بغض النظر كان هذا جيد بالنسبة لمصر من عدمه، بالتأكيد سيكون له استفادة على الصعيد المصري وعلى الاقتصاد المصري، لكن بالمقابل هي محاولة لإبعاد العلاقات المصرية الروسية التي أصبحت في أوجها وفي أفضل حالاتها. يريدون إيجاد بديل ربما لتخفيف من هذه العلاقة، أكان مع روسيا مباشرة أو أكان مع دول البريكس، وخاصة أن مصر لها وزن سياسي كما ذكرنا واقتصادي وحتى أمني عسكري. يعني لهذا السبب يحاول الأوروبيون أن جعل يعني أن يكونوا بديلا عن الدول البريكس في الصناعة وفي التجارة والاقتصاد وغير ذلك. لكن هنالك مسألة مهمة يجب أن نلفت النظر إليها حقيقة، أن بعد الذي حصل مع روسيا بين الدول الأوروبية وروسيا ووضع اليد على الأصول الروسية، أصبح في خوف في مكان ما لأن يكون التعامل مع هذه الدول بشيء من الحذر، بحيث أنه لا نعرف، نحن نعرف أن السياسة متقلبة، من هو صديقك اليوم يمكن أن يكون عدوك غدا والعكس صحيح. هل ما زال هنالك أمن وأمان على الاقتصادات لهذه الدول في الدول الأوروبية أو الدول الغربية بشكل عام؟ هذا سؤال يبقى مطروحا طالما أن يعني ليس هنالك أمان كافي لأن تقول أي دولة أكانت مصر أو غيرها أن حساباتها أو أصولها أو أي استثماراتها في هذه الدول هي في مأمن.
فربما تنقلب السياسة بين ليلة وضحاها كما حصل مع روسيا وكما حصل مع إيران. فلهذا أقول أن الاقتصاد مع الدول الأوروبية هو جيد، لكن يجب يعني بعد الآن أن يكون بحذر، خاصة أن الاقتصاد الأوروبي يتراجع بشكل كبير جدا، والذهاب نحو الشرق هو الأكثر يعني سرعة، أكان من المملكة العربية السعودية من ناحية النفط ودول الخليج والإمارات، كذلك باتجاه الصين باتجاه البريكس وشانغهاي ودول الأوراس. هذه العلاقات ممكن أن تكون أسرع نموا اقتصاديا على أن تكون مع أوروبا. للأسف نعم. الشديد اليوم الدول الأوروبية وضعت نفسها في سياسات يعني لا تشجع كثيرا الدول التي يمكن أن يستثمر بها اقتصاديا أو تجاريا أو زراعيا أو إلى غير ذلك، يعني جعلت من هذه يعتبر السياسات سيد الأوروبية قاسم كما ذكرت الأمان الاستثماري والضمانات الاستثمارية التي هي ما تجذب الاستثمارات إلى القطاع الخاص في الفترة القادمة هو مهم البحث عنه والتدقيق عليه. أشكرك من برلين السيد قاسم رضوان مؤسس مركز بروجين للدراسات الاستراتيجية على هذه المشاركة، ويبقى معنا السيد أو الدكتور أحمد السعيد لفقرتنا الثالثة. مشاهدينا الكرام في القاهرة الإخبارية نواصل المراقبة بعد الفاصل، ما هي أبرز القطاعات المستهدفة من أوروبا للاستثمار في مصر؟ ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. مرحلة جديدة للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تسعى مصر من خلالها إلى جذب المزيد من الاستثمار والاستثمارات الأوروبية التي تشمل العديد من القطاعات الهامة. نتابع التفاصيل. تتزايد اهتمامات المستثمرين الأوروبيين للاستثمار في مصر، وذلك بسبب الإجراءات التحفيزية التي قامت بها الحكومة المصرية والتي ساهمت في تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تسعى مصر إلى جذب استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليار يورو إلى جانب ضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة بالإمكانيات الاستثمارية في مصر. كما تستهدف مصر تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والتركيز على مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك التجارة والطاقة والبنية التحتية والنقل المستدام والزراعة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي وشبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. في مارس الماضي وقع الرئيس المصري ورئيسة المفوضية الأوروبية اتفاقية بهدف رفع مستوى العلاقات المصرية مع الكتلة الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في حضور رؤساء حكومات قبرص واليونان وإيطاليا والنمسا. وتضمن الاتفاق العمل في 6 مجالات أهمها الاستثمار والتجارة والهجرة والأمن والاستقرار الاقتصادي. ووفق بيانات الاتحاد الأوروبي سجلت الاستثمارات الأوروبية نحو 38.8 مليار يورو لتمثل نسبة 39% من الاستثمار الأجنبي، لتكون مصر ثاني أكبر متلقا للاستثمار الأجنبي من الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. والمتابعة بشكل أوسع وتحليلا ينضم إلينا من لندن
كل من الدكتور محمد العطيفي خبير أسواق العالمية، كما ينضم إلينا من المنامة بروفيسور ألكسندر أتونوسوف الخبير المجري في التشريعات الاقتصادية، ونرحب بضيفي مرة أخرى من القاهرة الدكتور أحمد سعيد أستاذ القانون التجاري الدولي. أهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ من لندن مع دكتور محمد العطيفي. بداية، بما أن حضرتك متواجد في لندن، كيف ترى من جانب بريطانيا ردة الفعل على هذه الشراكة الأوروبية في الفترة الحالية مع مصر، مع التمويلات والتسهيلات التي كانت في هذه الشراكة وهذه الاتفاقيات؟ كيف ينظرون للموضوع بشكل عام؟ دكتور محمد، هل تسمعني؟ إذن يبدو أن هناك مشكلة بالصوت. أنتقل إلى ضيفي من المنامة بروفيسور ألكسندر. بروفيسور، كيف ترى هذه العلاقات والشراكة والاتفاقيات بين أوروبا ومصر في هذه المرحلة؟ ما الذي يعول عليه في الفترات القادمة الاتحاد الأوروبي مع مصر؟ في حقيقة الأمر أنا سعيد للغاية أن أرى كل هذه الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها، وهذه التطورات في غاية الأهمية بالنسبة لمصر وكذلك للاتحاد الأوروبي. هذه خطوة مميزة في تاريخ العلاقات المتبادلة مع مصر، وهذا يعود بالنفع بالطبع على الاتحاد الأوروبي بشكل كبير. هذه خطوة كبيرة من أجل تعزيز وتسريع وتيرة الاقتصاد المصري. نعم، ولذلك فإن الاستثمار في مصر في غاية الأهمية، ذلك لعدد من الأسباب. بداية، لأن لدينا الكثير من العلاقات العميقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وإن هذه الطرق كذلك دعما لهذه الوتيرة المتسارعة للاقتصاد تساعد في حث المزيد من الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهذا يدل دلالة كبيرة على أهمية مصر الكبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي. العلاقات التاريخية تعود لقرون من التعاون بين الطرفين، فعلى مدار عقود من الزمان شهدنا الكثير من التطورات في العلاقات الاستراتيجية، وازدادت حجم التجارة وصولا إلى 27%، وأنا ممتن لكل هذه الفرص التي تسمح بمزيد من التعاون بين الطرفين، وأيضا لاتخاذ هذه الخطوات باتجاه مصر. أعتقد أنه هذه العلاقات لم تكن بمثل هذه القوة من قبل، وأنا سعيد بهذه الخطوات الجديدة، وأعتقد أنها بداية لتعاون كبير مستقبلا من أجل تعميق أواصر التعاون، ذلك من أجل مصر والاتحاد الأوروبي، وهذا دلالة كبيرة أن هناك الكثير من فرص الانتفاع. نعم، الانتفاع متبادل بين الجانبين. لأنتقل إلى لندن مرة أخرى ونجرب الصوت مع دكتور محمد العطيفي. دكتور، هل تسمعني؟ نعم، أهلا وسهلا. أهلا دكتور، كيف ترى هذه الشراكة الأوروبية المصرية وآليات التمويل الميسرة التي يعولون عليها أنها ستساعد في زيادة الاستثمارات في الفترات القادمة على المدى الطويل؟ كيف تنظر من جهتك في لندن في بريطانيا إلى هذه الشراكة المصرية مع هذا التطور والتقدم الذي تعمل عليه مصر في إصلاحاتها الاقتصادية؟ هي شراكة ممتازة، وهي أولى حصاد لبنات ما تم في مصر خصوصا بعد ثورة يناير. يعني نحن نجني الآن الثمار، وهذه فرصة أهنئ الشعب المصري بثورة يناير التي أتت بهذا المؤتمر الكبير للاستثمار. وهذا المؤتمر هو إدراك الاتحاد الأوروبي في أن أمن مصر هو أمن أوروبا، وبالتالي لابد من أن يكون هناك عوامل مشتركة تربط الطرفين. يعني وحتى أنا أوصي أن لا نقف عند هذا الحد في مصر، بل يجب أن يكون طموحاتنا، لأننا ممهدين، أكبر من سقف الاستثمارات الحالية، أن نشجع على الاستثمار، خصوصا أن مصر هي بلد آمن، بلد هي في ملتقى موقعها الجغرافي يساعدها في العديد من التجارة، لأن تجارتها مفتوحة مع العديد من البلدان، هي بوابة إفريقيا، هي في أوروبا، البحر يفصلها عن أوروبا، هي في قارة إفريقيا. إذن الموقع الجغرافي وحده يلعب دور مهم. ولو نظرنا لكلمة
فوندرلاين أمس هي قالت كلمة جميلة جدا، قالت أنتم شركاء المستقبل، وهذا يعني الاهتمام بمصر وبالسوق المصري وأن يكون هناك فرص، هذه الفرص تساعد ربما على نقل الخبرات، التقاء الطرفين، أيضا توطين العديد من الصناعات المهمة التي تعود بالرخاء على الطرفين. ويعني نحن نرى أن في المرحلة الحالية هناك حجم تبادل كبير بين مصر وبين الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه مصر على علاقات جيدة، لديها أكبر شراكة في الاستثمار ليس من الاتحاد الأوروبي وحده بل بالعديد من الأسواق الأخرى. إذن هذه النقطة هي نقطة ارتكاز علينا في مصر أن نستغلها، وهي الفرصة التي يجب علينا العمل جيدا عليها، لأن العديد من الدول التي ارتقت من خلال الاستثمار، الصين بقوتها الاقتصادية اليوم كانت بدايتها شراكات استثمارية، فنحن على الخطة الصحيحة التي من خلالها يمكن تلبية طموح الوطن والمواطن. نعم دكتور محمد، هي شراكات نعول عليها، وتتغير الآن التنوع الاقتصادي بين الدول بشكل عام. أنتقل إلى الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون الدولي التجاري. دكتور، بداية كيف ترى، بما أنك أستاذ في القانون الدولي، ما وصلت إليه مصر من تحقيق لإصلاحات وتقدم حتى تجذب هذه الاستثمارات، وأنت تعلم ما يحدث في المنطقة من تغيرات جيوسياسية واقتصادية، وتعتبر منطقة الشرق الأوسط الآن لديها بعض التقلبات، كيف استطاعت مصر أن تتحدى كل هذه المعوقات بجذب هذه الاستثمارات في هذا الوقت القصير كما نتابع بالأرقام؟ السؤال حضرتك مهم جدا وخطير جدا، وبيوصلني للنقطة اللي أنا كنت عايز أتكلم فيها. أنا عايز أختلف مع بعض الكلام اللي بعض السادة الزملاء قالوه، إن السياسة هي اللي بتحرك الاقتصاد، وإن أوروبا عندها خطط سياسية أو أهداف سياسية، فعشان كده هي بتساعد مصر اقتصاديا. في الحقيقة أنا مختلف مع الكلام ده كليا. الاقتصاد هو المحرك الأساسي للسياسة، يعني الدول بتشوف مكاسبها ومصالحها الاقتصادية فين، ثم توجه السياسة والسياسيين لتوطيد الشراكة مع هذه المصالح. فده بيرد على سؤال حضرتك، إن مهما كانت منطقة الشرق الأوسط فيها مشاكل أمنية ومشاكل سياسية، إلا إن يبقى إن أوروبا النهاردة في تغير أيديولوجي حصل فيها، وفي احتياجات موجودة. خلي بال حضرتك، احنا بنتكلم اذا كان الاتحاد الاوروبي واضع خطة لتمويل مصر او لمنح مصر 7 مليار، ده ما يجيش حاجة قدام 40 مليار اللي اتمضوا في القطاع الخاص. السؤال النهاردة، هل في مستثمر من القطاع الخاص الاوروبي هيجي في مصر يحط فلوسه يستثمرها عشان هو بيلبي رغبة حكومته السياسية؟ لا، المستثمر الاوروبي جاي مصر عشان فيه فرصة مكسب حقيقية. النهاردة في احتياجات موجودة في أوروبا، احتياجات مثلا للطاقة النظيفة، للهيدروجين الأخضر اللي متوفر عند مصر، مزارع الطاقة الشمسية ومزارع طاقة الرياح اللي نقدر من خلالها ننتج هذا الهيدروجين الأخضر. مصر متوفر فيها بنية تحتية كاملة من الطاقة الجديدة والمتجددة اللي تسمح لنا ان احنا ندشن فورا المصانع بتاعة الهيدروجين. رقم 2، المواطن الأوروبي النهاردة أصبح عنده عزوف عن العمل في الزراعة وعدم رغبة عن العمل في الزراعة، فأصبح لجوء أوروبا إلى المنتجات الزراعية المصرية زي البطاطس، زي الفراولة، زي الفواكه باختلافها، هو احتياج أساسي عند أوروبا، لأن المنتجات الزراعية بالذات بقى في أوروبا تمنها غالي جدا، لأن ساعة اليد العاملة في أوروبا بقت مرتفعة جدا، فأوروبا عندها احتياج إنها تاخد المنتجات الزراعية والغذائية من مصر. زي كمان إن الأزمة الروسية الأوكرانية ترتب عليها ان كتير من العمالة الاوكرانية اللي كانت بتخدم في اوروبا وبتشتغل في المزارع وبتشتغل في مراكب الصيد وبتشتغل في المصانع، العمالة الاوكرانية دي النهاردة بقت موجودة جوه اوكرانيا بسبب ظروف الحرب وبسبب احتياج اوكرانيا لمواطنيها، فاصبح النهاردة في فراغ كبير موجود في العملية الانتاجية في اوروبا، واحتياج للعمالة وخاصة العمالة اليدوية. وده بيفسر لي النهاردة هو توجه الاتحاد الاوروبي باكتر من منحة، 30 مليار يورو، نعم. كلها منح موجهة للشباب المصري لتطوير طاقتهم ولتدريبهم على التكنولوجيات، نعم.
نعم دكتور، يعتبر هذه الشراكات عفوا المقاطعة وهذه ما تعمل عليه مصر لزيادة الإنتاجية التي تحتاجها في الفترات القادمة، وهذا ما جذب الأنظار إليه. أشكرك، كنت معي الدكتور أحمد سعيد أستاذ القانون التجاري والدولي على هذه المشاركة، كما أشكر ضيفي من لندن الدكتور محمد العطيفي خبير أسواق العالمية، وأيضا من المنامة بروفيسور ألكسندر أوتونوسوفا الخبير المجري في التشريعات الاقتصادية. شكرا لكم ضيوفي الكرام على هذه المشاركة. مشاهدينا الكرام، كانت هذه نهاية حلقة المراقب، شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.